يقول مسألة الخاطب للمرأة، هل يجوز لها أن تكشف وجهها له ينظر إليها؟ نعم لا بأس، الخاطب ينظر إلى مخطوبته لأجل يشوف هل هي تصلح لها وما تصلح، هذا رخص فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، ينظر إلى وجهها وكفيها بحضرة وليها، ما يكون في خلوة، يكون بحضرة وليها وينظر إلى وجهها وكفيها، لا بأس بذلك.